بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. إن المجلس الأعلى والشبان وهو في جلسة طارئة يؤكد على وحدة ليبيا، وإن أصالة وعروبة والشبان وأهلها لا يمكن أن يتصرفوا أو يساندوا أي أعمال المراد منها خلق الفتن والزج باسم والشبان في كل الأعمال المشينة. وعليه يؤكد المجلس الأعلى والشبان ما يلي: 1- يستنكر المجلس الأعلى والشبان الحادث الذي حصل للطائرة العمودية شمال منطقة الطويبية. يتقدم المجلس الأعلى والشبان بأحر التعازي لأسر ضحايا الطائرة المنقوضة. 3- يستنكر المجلس كذلك ما حصل من الإذاعات التحريضية والقالقة للفتن وتوجيه أصابع الاتهام لورشفانا دائما. إن هذا العمل المراد استغلاله في زرع الفتن بين الزاوية ورشفانا. نطالب بأسرع وقت وقف فتح تحقيق شامل لهذه القضية وبكل شفافية وإحاطة